الأنسة فرح زي ما انتوا شايفين، مامة فرح دلال شخصية مندفعة مجنونة عاطفية. بنشوف ايه المواقف اللي بتتعرض لها من خلال الأحداث، والحمد لله المسلسل عامل فيدباك كويس قوي ومسمع مع الناس كويس. فيلم مماليك شخصية هند، هند شخصية طموحة وصولية جدا. هو المسلسل اجتماعي أكشن دراما طولية بتدور حوالين هند الشخصية الرئيسية، الأستاذ بيومي فؤاد مع فيدرا مع نانسي صلاح مع رامي وحيد مع ناس كتير قوي. الكاست الحمد لله كبير ولطيف جدا. أحداث المسلسل حلوة قوي، هو تأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة. في شارع 9 برضو معايا كرو حلو جدا، يعني او احنا كلنا مع بعض يعني. في فنان النرمين الفقي، استاذ محمود عبد المغني، نضال الشافعي، ناس كتير بصراحة. لقانا كان بكواليس مسلسل شارع 9، واكيد خصتنا بالحديث عن دورها في العمل. شخصيتي في شارع 9 شخصية مختلفة خالص، شخصية راجية، الدكتورة راجية، وهي دكتورة نفسية بتعالج كل الناس أو الكاركترات اللي في شارع 9، وهي من ضمن كمان. فبنشوف حياتها الشخصية وحياتها العملية من خلال المسلسل. شخصية ديدا في مسلسل الآنسة فرح شخصية كوميدية، كشفت جانب آخر من موهبة رانيا يوسف. يا ترى وين ديدا بتشبه رانيا وكيف بتختلف عنها؟ لا هي يعني هي ديدا في الآنسة فرح مش كوميديانة على قد ما هي لايت أو بني آدمة فيها خفة الدم وفي نفس الوقت فيها المواقف التقيلة. بيتهيألي ده جانب يمكن أنا ما عملتش كوميدي كتير، حاجة أو حاجتين يمكن في بداياتي عملت النساء قادمون، كان إخراج الأستاذ حسن بشير الله يرحمه، وده كان دور كوميدي. في الأنسة فرحة كانت فرصة ليا تانية إن أنا أظهر الجانب ده من شخصية رانيا، لأنه ناس كتير ما تعرفش إن أنا يعني لايت، يمكن شايفين حياتي الشخصية كلها جدل ومشاكل وحاجات كده، لكن لا أنا شخصية لايت جدا متفائلة جدا، وفي الآخر أنا مصرية والمصريين معروف عنهم خفة الدم يعني. فالكاركتر كمان مكتوب بخفة ظل لطيفة قوي، المواقف لطيفة، كل الكاست اللي أنا موجودة في وسطي دمهم خفيف من أول المؤلف للمخرج لزمايلي الممثلين، فكلهم دمهم خفيف. فده بيخلينا كلنا بينا كيمستري أو كيمياء لخفة الدم والمواقف، فعشان كده اتخلقت الكوميديا الموقف، وده في حد ذاته لطيف. دي دورانيا كوبي بيست، الاثنين شبه بعض بالظبط، ما يختلفوش كتير ما عدا المواقف طبعا.